السلام عليكم، وعدنا من جديد مع فيديوهات طنجة. ونبدأ بالصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. درت لكم الجزء الأول والثاني، ودابا غادي ندير لكم هذا الجزء هذا اللي هو الطريق من طنجة للسبت. وكيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، غادي نوريكم هذا المطعم ولا المقهى اللي زوين بزاف. هو جا في الطريق ما بين طنجة وسبتة، اللي هو هذا سميتو نيو أندالوس او الاندلس الجديده. عنده واحد المنظر زوين بزاف، عرفتوا تعشقوا تبقاو غير جالسين فيه وتمنظروا فيه لتحت وفيه الفوق. فيه الفوق والفوق فيه الداخل وبرا، ولكن حنا كيعجبنا نجلسوا برا، داكشي علاش كنمشيو عليه على ديك الجليسه على برا. ومهم عندهم كلشي، عندهم فطور وغدا وكنظن حتى العشاء. فيه الجليسه زوينه، وحتى حتى الديكور من الداخل زوين بزاف. هذا ماشي اشاره، انا عجبني وتقاسمته معاكم. كلا كنتو قابطين الطريق، بغيتو ترتاحو، بغيتو شي جليسة زوينة هكذا هي تشوفو المنظر. المهم خليكم معايا، انا غنطلع ونوريكم. وكيف ما شفتوا هنايا، هذه هي الطليله الزوينه اللي قلت لكم على المنظر الرائع. انا بعدا حمقني لانني كنموت على البحر، انا ما كراش نبقى جالسه في حاله كان نهار كامل ونشوف البحر. سبحان الله، كتمشي وتسافر بافكاركم بخيالكم ملي كتشوفوا البحر. اللي لكن شي عاشقات اولا عشاق البحر يخليوها ليا. المهم هذه هي الجليسه ديال هذا المطعم هذا. خليكم تمنظروا شويه ونكملوا الطريق لسبتة. هنا بغيت نوريكم لان الجو كان صافي وزوين تبارك الله. شوفوا اسبانيا هاي كتبان، شفتوها اسبانيا راها كتبان كامله تبارك الله. وهنايا الفطور اللي خديناه، هنا كل واحد وشنو خدا. هذا ولدي خدا هاد الفطور هذا، وهنايا بنتي خدات الكريب، كل واحد شنو خدا. هنايا ولدي خدا هاد الاومليت هذا بالشامبينيون فرماج، وانا خديت الخليع وضروري من اتاي.
هنايا حنا وصلنا للمضيق وغادي ندخلوا ماشي المضيق، اعتذر، وصلنا للقصر وغادي ندخلوا غادي ندوزوا على طنجميد اللي صراحه زوين بزاف. وكنصح اي واحد، هذه نصيحه وصافي، من خلال التجارب اللي خرجنا ودخلنا لاسبانيا، اللي بغى يمشي لاسبانيا يعني ما يقبطش الصف بزاف، يمشي على طريق طنجميد وقريبه دغيا، واولا داك التكرفيصه في سبته هي طنجميد غلا، ولكن اللهم شويه زايدين اولا داك التكرفيصه ديال سبته اللي كانت بقاو 3 السوايع 4 السوايع في الدخول وفي حالها في الخروج، وواحد التكرفيصه خايبه، وحتى الباطوم سبته شي شويه كيكون بعد من طول من على طنجميد. الصراحه ما صافي، واقيلا ما بقيناش حنا كاع غادي ندخلوا على سبته. المهم ما نحرقش لكم المراحل، تتشوفوا الفيديو الجاي ان شاء الله غنوريكم منين دخلنا لسبته وامتى خرج وكيفاش تخرجنا منها وداك الشيء. لهذا كنصحكم طنجميد، هذا رايي الشخصي، وكل واحد حر يعني يقدر يدخل ويخرج منين بغى، ولكن هذيك تجربة. هو فعلا الباطون ديال طنجميد الخزيرات او الجزيره شوي مع سريع بزاف، كيجيب شويه الدوخه، ولكن دغيا كدوز، دغيا كدوز ديك نص ساعه 20 دقيقه نص ساعه كاع، اولا ديك التكرفيصه ديال سبته اللي انا فريمون تكرفيصه في الدخله، تكرفيصه في الباطو، تكرفيصه في الخروج، فمن الاحسن. المهم هنا غادي ندوزو على هاد لي بون هادو ديال التران، هادو السكات ديال التران. عرفتي كان في الظن واحد المره ركبت فيهم في التران بالنهار، ناري جاتني خلعه والدوخه وكتبان راسكم عاليين. مره اخرى ركبنا فيه في الليل، والله ما حسيت بهم، لي انا في الليل ما كنشوف والو وكنا خدينا دوك بحال لي شومبر فيهم ناموسيات مع الوليدات وداكشي، صافي نعسو فيهم حتى الصباح. دغيا 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 هادشي قبل ما يجي البوراق. دابا البوراق تبارك الله دغيا، من الافضل واحد يمشي لطنجة بالبوراق ويرجع حسن من الطوموبيل. وطنجة تبارك الله راه تمشيو على رجليكم، ولا تاخذوا تاكسيات موجودين، ولا الان درايف، ولا الطوبيس، المهم كلشي موجود. هنا في طنجميد عرفتوا لقينا واحد الصف ديال لي كونتينر تبارك الله خارجين، اش غنقول لكم، راه بزاف، راه اكثر من 100 كونتينر. وشوفوا كنشوفوا تبارك الله الخيرات ديالنا خارجه لبرا يتمتعوا بها، يعني واش غنديروا، ما عندنا ما نديروا، هذه هي الاستيراد والتصدير. المهم انا غنوريكم لي كونتينر اللي مصافين تبارك الله، شحال ديال الكونتينرات قابطين الشارع كامل على اليمن، وغادي نطلعوا الفوق وغنلقاوهم دايرين الدوره وعاوتاني واقفين على اليسر، لانهم غادي يخرجوا فشادين الصف على الباطوات باش يخرجوا فيهم. انتما هما غيبداو من هنايا، غيبداو على اليمين تبارك الله كبار، شوفوا هما كيبداو، شفتوا؟ عرفتي راه ما نقدرش نصور لكم كلشي لان الفيديو غتجي طويله، راه تبارك الله شي 100 كونتينر.
هانتوما هنايا هما في الدوره كيف ما قلت لكم. شفتوا دابا هادو راه ماشي داخلين، هادو راه خارجين، هادو قابطين الصف غتوصلهم النوبه ديال الباطوات باش يديهم برا، ومازال راه الصف طويل.